السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج جلسة الأعمال. وكالعادة لدينا العديد من الملفات الاقتصادية المطروحة لهذا اليوم. اليوم لدينا الفقرة القانونية التي سنناقش فيها قضية الشيكات مع السيد حمد اليافعي المحامي، وكالعادة محطتنا الدائمة بورصة قطر التي سنناقش فيها أيضا أداء السوق المحلي مع السيد شوقي مهدي، كما نناقش آخر المستجدات في البورصة السعودية. ضيفنا اليوم السيد محمد السويد الرئيس التنفيذي لشركة رازين المالية. بالتأكيد أيضا لدينا فقرة الأسواق العالمية مع الخبير الاقتصادي السيد ألكسندر كاتب، وحديث عن التخوفات بالأسواق العالمية من أزمة إيفرغراند. كما سنتابع وإياكم اليوم أعمال معرض ابن بيتك الذي يختتم أعماله بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. إذن مشاهدينا الكرام على بركة الله، دعونا نبدأ معكم أولى فقراتنا لهذا اليوم بعد هذا الفاصل. طيب، دعونا ننتقل وإياكم أو نبدأ هذه الحلقة مع الفقرة القانونية التي نتناول فيها مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات التي تتعلق بالأعمال، الشركات، المؤسسات، الجوانب والنصائح القانونية المتعلقة بتلك الإجراءات. نناقش في هذه الفقرة القانونية موضوع الشيكات والتي تحظى ربما بأهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية والمعاملات المالية. ما يزال الشيك يحتفظ بجاذبية وقوة بين المتعاملين، بينما هناك جانب سلبي يتمثل في الشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، أيضا تضر بالتعاملات التجارية وتمثل خطورة على سلامة وأمن المجتمع اقتصاديا. يشاركنا في الفقرة القانونية اليوم الأستاذ حمد اليافعي المحامي. السيد حمد، أسعد الله صباحك. في البداية حدثنا عن أهمية الشيكات ربما كأداة مالية من جهة، أيضا سوء الاستخدام الذي يطول هذه الأداة من جهة أخرى. طيب سيد حمد، هل تسمعني الآن؟ طيب سنعود من جديد للسيد، سننتقل من جديد أو سنعود من جديد للسيد حمد اليافعي والحديث عن الشيكات والآليات المستخدمة في هذه الأداة المالية. ولكن دعونا الآن ننتقل للسيد محمد السويد عبر سكايب من العاصمة السعودية الرياض. سيد محمد، أسعد الله صباحك بكل خير. مؤشر البورصة السعودية بالأمس ربما تراجع بعشر في المئة تقريبا بعد تراجعات أقوى أول أمس بسبب التخوفات من تبعات أزمة إيفرغراند. هل تعتقد أن مع قرب النتائج المالية للربع الثالث من هذا العام سيكون هناك ربما معامل ارتباط محلي أكثر لمؤشر السوق السعودي؟ سؤالك جدا جيد وفي محله. أعتقد المؤثرات المحلية نوعا ما هي اللي قاعدة تأثر على السوق بشكل مباشر. في بعض المؤشرات في مناسبة سابقة تكلمنا عنها، السوق السعودي يعني يفتقد الآن للمحفزات على المدى القصير على أساس أنها تبقيه في المستويات الحالية، فممكن نشوف تذبذبات الفترة القادمة، تكون في موجات تصحيح مؤقتة أو صغيرة، خاصة الآن وحنا على وشك ينتهي شهر سبتمبر وتبدأ الإعلانات الربعية اللي راح تعطينا إن شاء الله تصور جيد. أتمنى ما يكون بالسوء اللي ممكن يكون بسبب التغييرات اللي حصلت مؤخرا. نعم، الأحد الماضي شهدنا بدء الاكتتاب في شركة سوليوشن باي اس تي سي للأفراد بعد النجاح الكبير لاكتتاب المؤسسات. أولا حدثنا عن أسباب هذا الإقبال الكبير سواء كان من الأفراد أو حتى من المؤسسات على هذا الاكتتاب الذي بات الأعلى من حيث قيمة التغطية في تاريخ المؤشر السعودي. نعم، هذا مؤشر جدا جميل على يعني حجم السيولة الضخمة اللي موجودة في السوق السعودي، سواء سيولة محلية أو سيولة أجنبية أو سيولة منطقية يعني مناطقية، خلينا نقول ريجنال يعني من الدول المحيطة لتستثمر في السوق السعودي. يعني حجم التغطية الآن اللي حصل بس من المؤسسات كبير لدرجة يعني حتى يمكن المؤسسات ما يجيها يمكن التخصيص المناسب اللي كانت ممكن تطمح له في البداية، يعني بشكل يعني ملاحظ. يعني حجم التغطية الآن أعتقد وصل 130 ضعف، وهو رقم يعني كبير، يعني هذا يعطينا إن شاء الله يعني مؤشر كويس أن الفترة الجاية تكون فترة موجة حلوة جميلة للاكتتابات. تذكرنا بالفترة الاكتتابات لما بدأت قبل عدة سنوات وحصل فيها طبعا توجه كبير من المستثمرين للاكتتابات.
نعم، هل تعتقد أن اكتتاب شركة سوليوشن باي اس تي سي يؤشر إلى تواجد سيولة قوية داخل السوق السعودي، ربما قد يحفز المزيد من الإدراجات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تصريحات وكيل هيئة السوق المالية السعودية بأن هناك طلبات لإدراج 45 شركة وصندوق جديد ضمن مؤشر السوق السعودي؟ صحيح. يعني أنا أعتقد يمكن السوق السعودي ما عمره ما تمتع بالجاذبية زي ما يتمتع به خلال السنة الحالية والسنوات والفترة هذه، يعني أنا أتكلم الفترة هذه تكون خلال السنتين ثلاث سنوات القادمة. كثير من المحفزات من جهة جاية من المشاريع الحكومية، المناقصات والأشياء هذه كلها تتوجه وتعطي معاملة تفضيلية للشركات المدرجة في سوق الأسهم، ومن جهة أخرى يعني حصل فيه تغير في كثير من القوانين الخاصة بهيئة السوق المالية أو بالأسواق المالية بشكل عام، ساهمت في تسهيل بدء الأعمال أو حتى ممارسة الأعمال في القطاع اللي أنا أشوفه يعني تبي تكون هي بداية يعني توسع جيد في الاقتصاد السعودي إن شاء الله خلال الفترة القادمة. نعم. مدعوم من القطاع هذا، وأتمنى أن يصاحبه حاجة من القطاع البنكي بإذن الله. نعم، السيد محمد لسود الرئيس التنفيذي لشركة رازين المالية، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات وعلى هذه المشاركة. طيب مشاهدينا، عودة من جديد للفقرة القانونية والسيد حمد اليافعي المحامي. سيد حمد، كان سؤالي الأول عن أهمية الشيكات كأداة مالية من جهة، أيضا سوء الاستخدام الذي يطال هذه الأداة من جهة أخرى. نعم، أول شيء صباح الخير. كما نعلم الشيك له أهمية وأهمية كبيرة في البلد وثقة مع بين المتداولين في موضوع الشيكات، ولا يزال يحتفظ بجاذبيته الشيك دائما. فالشيك أداة وفاء وليست أداة ضمان. هناك من يستعمل الشيكات بطريقة خاطئة أو يقوم بوضعها وفي أماكن وهو لا يملك رصيد كافي لسداد قيمة هذا الشيك. نعم، طيب ما هي الشروط الواجب ربما توافرها لضمان صحة الشيك المقدم؟ الشروط الواجب توافرها لضمان شيك صحة الشيك المقدم أن يكون الشيك نفسه مكتوب عليه كلمة شيك، أن يحمل اسم صاحب الشيك، أو البنك يجب أن يضع اسم صاحب الشيك على هذا الشيك، أن أيضا يشمل اسم صاحب الساحب والمسحوب له أو البنك المسحوب له والمستفيد من هذا الشيك، وأن لا يكون أيضا معلقا على شرط. نعم، في حالة الشيك بدون رصيد، ما هي الخطوات القانونية التي يجب اتخاذها لتحريك دعوى قضائية حفظ حق المتضرر من هذا الشيك؟ الشيك، جريمة الشيك من غير رصيد أو بدون رصيد، هي من جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية القطعية، بما معنى أنها تتطلب تحريك الشكوى في بإرادة المجني عليه لتحريك الشكوى الجنائية على المتهم أو من قام بإصدار هذا الشيك من غير رصيد، بالتوجه إلى البنك أولا وأخذ ارتداد من البنك بعدم وجود رصيد كافي، والذهاب إلى مركز الشرطة وتقديم الشكوى الجنائية في هذا الشيك، ومن ثم تحريكها إلى المحكمة الجنائية. لكن أيضا هناك مدة معينة هي من تاريخ استحقاق الشيك، هناك 6 أشهر لتقديم الشكوى الجنائية والذهاب إلى المحكمة الجنائية. نعم، كيف حدد القانون القطري العقوبات المقررة على جريمة الشيك بدون رصيد؟ جريمة الشيك من غير رصيد، هناك الحبس لمدة 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات. نعم، كل الشكر لك سيد حمد اليافعي المحامي على كل هذه الإيضاحات وعلى هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا، تختتم اليوم فعاليات معرض ابني بيتك والذي ينعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمشاركة أكثر من 150 شركة تعمل في حزمة من القطاعات المتنوعة والمتعلقة أيضا بتصميم وتجديد وبناء المنازل هنا في دولة قطر، وهي المقاولات والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. دعونا الآن ننتقل بكم إلى مقر انعقاد المعرض للتعرف على أبرز فعالياته بالتزامن مع يومه الأخير. طيب دعونا نرحب بالسيدة بتيولا رحمة مديرة معرض ابني بيتك التي تنضم إلينا من مقر انعقاد المعرض في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. أسعد الله صباحك بكل خير سيدة بتيولا. ما هو حجم المشاركة الحالية في نسخة هذا العام من معرض ابني بيتك إذا ما قارناها ربما بالنسخ السابقة من هذا المعرض؟ يعني للصراحة المعرض سنة عن سنة عم بيكون أضخم وأكبر، والسنة رغم الكورونا الوباء اللي إجا بس كانت المشاركة ضعف، وحتى المساحة السنة عملنا صالتين، هذيك السنة بلشنا بصالة وإن شاء الله السنة الجاية حيكونوا ثلاث صالات. معنا 150 مشارك هذه السنة وأكثر من 250 براند. نعم. طيب على ذكر المشاركين، أبرز الشركات القطرية المشاركة، أي القطاعات تنتمي لأي القطاعات تنتمي هذه الشركات؟ هل هناك قطاعات جديدة مشاركة في نسخة هذا العام تحديداً؟ مزبوط، هذيك السنة بلشنا كان عنا مقاولين واستشاريين وموردين، السنة ضفنا كمان الخدمات العامة والأبنية الذكية، وكمان عنا الجهات الحكومية اللي هي داعمة للمعرض للسنة الثانية، مثل ما حضرتك قلتي أنه كان المعرض تحت رعاية معاليه، وكمان افتتح من وزير التجارة والصناعة، وعنا هيئة أشغال مشاركين معنا كشريك رسمي للمعرض، ووزارة البلدية والبيئة، وزارة التنمية، كهرماء الشريك الاستراتيجي، الدفاع المدني، غرفة قطر كمان، كمان يعني كل هدول وجميع الشركات من القطاعات المختلفة لبناء المنازل. سيدة بتولي، هل هناك ربما فعاليات مصاحبة لتنظيم هذا المعرض، سواء كانت ندوات أو جلسات نقاشية أو غيرها من الفعاليات؟ السنة زدنا كتير برامج كمان على المعرض، هديك السنة كان عنا الندوات، ورجعنا هذه السنة عملناها بمشاركة جمعية المهندسين القطرية، عم بيعملوا حلقات نقاشية بالورش العمل كمان، وعنا كمان سحب على سيارة فورد رينجر بالتعاون مع شركة المانع، وعنا كمان فبشجع الكل على فكرة يجوا لأنه اليوم آخر يوم، الساعة 4 بينتهي السحب ليربح هالسيارة، وكمان عملنا مسابقة للتصميم لتشجيع الطلاب. نعم. كان في 19 طالب مشارك من جامعة فيرجينيا كومنولث، ومبارح عملنا لهم تكريم، كمان حفل تكريم وتوزيع جوائز من الرعاة. طيب سيدة بيتوليا، سؤالي الأخير، ما هو حجم الصفقات المتوقع إبرامها خلال نسخة هذا العام من ابني بيتك؟ هيديك السنة المعرض كان كتير ناجح، وكان في أكثر من 400 مليون ريال صفقات انعملت بالمعرض، ومتوقعين السنة هيدي أكثر. بلشنا نعمل التستيمونيالز والإحصائيات مع المشاركين، وكلهم تقريبا اللي كانوا مشاركين معنا هيديك السنة عم بقولوا لنا السنة الحجم يعني الزوار بعد أكبر، وكثير هن يعني مبسوطين من النتيجة، وحتى من هلا عم بيقولوا لنا انه رح يشاركوا معنا بالنسخة الثالثة يلي هي رح تكون بشهر مارس. نعم، بمشيئة السيدة بتيولا رحمة مديرة معرض ابني بيتك، كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد المعرض في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا ننتقل بكم الآن إلى محطتنا الدائمة بورصة قطر، حيث تراجعت بنهاية جلسة الأمس للجلسة الثانية على التوالي وسط موجة تراجعات شملت تقريبا كافة أسواق المال حول العالم وسط تخوفات من أزمة شركة إيفرغراند الصينية. الملاحظ خلال الجلستين الماضيتين هو الهدوء على صعيد قيم وأحجام التداولات، وأيضا محافظة المؤشر العام للسوق القطري على مستويات 11100 نقطة، بالإضافة إلى عودة المؤسسات الأجنبية لتسجيل صافي شراء قوي خلال جلسة الأمس تحديدا بعد أن قادت موجة البيع خلال جلسة الاثنين الماضي. إذن مشاهدينا دعونا نستعرض وإياكم المؤشر العام للبورصة القطرية. حتى هذه اللحظة ما زلنا نشهد ضغوط بيعية وعمليات جني أرباح مستمرة على مؤشرنا العام للسوق المحلي. نشهد استقرار خلال هذه اللحظات بعد أن كنا ضمن نطاق المنطقة الحمراء بحوالي نقطتين عن مستويات الأمس كنسبة تراجعات. الارتفاعات محدودة خلال هذه اللحظات والتحرك يبدو سريعا، 11144 نقطة يستقر عندها المؤشر العام وسط استمرار لحالة الهدوء على صعيد حركة التداولات. نتحدث عن قرابة 20 مليون سهم خلال هذه اللحظات وبقيم لامست أو تعدت 37 مليون ريال. أعداد الصفقات المنفذة لمس 1200 صفقة تقريبا. دعونا نتابع معكم أداء القطاعات خلال هذه اللحظات. القطاع الصناعي ضمن نطاق المنطقة الحمراء تراجعات وصلت إلى 31% 3761 نقطة. القطاع العقاري يتحسن ويعود للمنطقة الخضراء مع مكاسب طفيفة وهامشية ويستقر عند مستويات 1792 نقطة. النقل ضمن نطاق منطقة الارتفاعات 10% تقريبا 3383 نقطة. البضائع والخدمات الاستهلاكية 10% مع 8185 نقطة يستقر عندها خلال هذه اللحظات. قطاع الاتصالات يرتفع 10% مع 1047 نقطة. التأمين 10% 2581 نقطة. أما البنوك والخدمات المالية والذي يعتبر الأحسن أداء خلال تداولات هذه الجلسة أو حتى هذه اللحظة يرتفع بقرابة 20%. هناك تبادل للمراكز بين القطاعات خلال هذه اللحظات. العقارات هو من يتصدر الارتفاعات ب 20% خلال التداولات. QLM أبرز الشركات المرتفعة ب1.3%. نتحدث عن 4.90 ريالات درهم مقابل 15.82 ريال يستقر عندها سهم زاد القابضة، وارتفاعات وصلت إلى 1.3% مع 18 النقطة المئوية. ارتفاعات استثمار القابضة وريال 39 درهم مقابل ريال 57 درهم استقر عندها سعر سهم إزدان القابضة. ارتفاعات فاقت 0.5%. على صعيد القائمة الحمراء في الصدارة دلالة و2.17 نقطة المئوية، ريال 49 درهم. مسيعيد ضمن القائمة بتراجعات فقط 1%، ريالين 25 درهم. الخليج الدولية ريال 53 درهم وانخفاضات وصلت إلى 18 النقطة أقل منها بقليل. جاءت تراجعات ودام الغذائية مع 4 ريالات 14 درهم سعر السهم خلال هذه اللحظات. النشاط في صدارتها قامكو مستحوذة على 8 ملايين و100 ألف سهم، و
هذه الشركة ضمن نطاق المنطقة الخضراء خلال هذه اللحظات، ويستقر السعر عند ريال 75 درهم مصرف الريان، 4.45 ريال، ويستقر عند إغلاقات الأمس مع 5 ملايين سهم خلال هذه اللحظات، 4.5 مليون سهم تقريبا للخليج الدولية مع ريال 53 درهم ضمن نطاق المنطقة الحمراء كما ذكرنا منذ قليل. ودلالة أيضا تستحوذ على قرابة 4 ملايين سهم مع ريال ونصف الريال. طيب مشاهدينا، دعونا نستقبل وإياكم الآن ضيفنا الكريم مباشرة من مقر بورصة قطر الصحفي الاقتصادي السيد شوقي مهدي. سيد شوقي، أسعد صباحك بكل خير. بعد جلستين من التراجع، ما زال المؤشر العام اليوم نشهد عليه بعض الضغوطات والتحركات السريعة، ولكن هل تتوقع أن يعود الهدوء قريبا للبورصة القطرية بعد التطمينات من الأسواق العالمية بشأن محدودية تأثير أزمة إيفرغراند على أداء الأسواق؟ أولا صباح الخير إيمان عليك وعلى المشاهدين. صحيح يوم أمس شهدنا ضغوط بسبب الأخبار الواردة من الصين بأزمة عملاق العقار الصيني إيفرغراند والمطالب بأكثر من 300 مليار دولار، كان يعني أثره نفسيا على الأسواق في المنطقة. إذا نظرنا إلى مؤشر بورصة قطر، كان يعني معدل التأثير على السوق كان نسبيا وكان الأقل مقارنة بأسواق المنطقة، ولكن بنهاية جلسة الأمس رقم التراجعات التي كانت عند بداية الجلسة أقلق المؤشر عند مستويات الاثنين المقبل، بمعنى أن حرفيا تجاوز المؤشر العوامل النفسية المرتبطة بالأخبار إيفرغراند، خاصة أنها يعني مرتبطة بأكثر من 250 بنك ومؤسسة حول العالم، مما يجعل له صدى كبيرا. المؤشر بشكل عام يعني شاهدنا حركة تصحيح أو عمليات مضاربية، خاصة قبل يومين اختبر المؤشر نقطة مقاومة فوق 11200 نقطة يعني لأول مرة، وما يحدث حاليا السوق في هذه اللحظة يلتقط أنفاسه، يعني قبل قليل كان المؤشر عند النقطة الحمراء والآن تحول إلى اللون الأخضر، يعني مما يعني أن السوق حرفيا يلتقط أنفاسه في هذه اللحظة، لأن هنالك عملية مضاربات ضغوط بيعية كانت يوم أمس. المؤشر اليوم على مدى أو على بعد أسبوع من نهاية نتائج الربع الثالث، وبالنظر إلى البيانات أداء الشركات خلال النصف الأول نجد أن يعني النتائج واعدة، والسوق ينتظر قرارات المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة وإذا نظرنا إلى المستثمر الأجنبي وهو لاعب رئيسي في البورصة. يعني هذا الأسبوع والأسبوع المقبل ما بعد إعلان النتائج هي فترة بناء مراكز، خاصة وأن اللاعب الأجنبي حاليا هناك عمليات تخارج وجني أرباح من الأسواق الأوروبية والأمريكية، تتجه المحافظ الأجنبية نحو الأسواق الناشئة، وبورصة قطر لديها العديد من المحفزات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية، بدءا من ارتفاع وتيرة توزيع اللقاحات، الفوائد المحققة على مدى على أو خلال موازنة الدولة، تحسن في الاقتصاد الكلي، القطاع الصناعي المستفيد من ارتفاع أسعار النفط، نظرا لأن عدد من منتجات القطاع هي مشتقات نفطية بالأساس. بشكل عام الجو مهيأ للمؤشر لاختبار مستويات فنية على المدى المتوسط، نتوقع بعد إعلان نتائج الربع الثالث والتي هي كل المؤشرات والعوامل التي أدت إلى نجاح النتائج خلال النصف الأول هي موجودة وبشكل أفضل، وظروف تشغيلية لدى العديد من الشركات بشكل أفضل، نتوقع أن تأتي النتائج أفضل من نتائج النصف الأول، مما يعني أن تدفع ذلك المؤشر لمستويات فنية ويختبر مستويات فنية فوق 11200 نقطة على المدى المتوسط، قد يكون بعد نهاية الإفصاحات للربع الثالث.
مشاهدينا نواصل هذا النقاش مع السيد شوقي مهدي. سيد شوقي، جولدن مان ساكس يتحدث عن قرب تحقيق مستويات 85 دولار للبرميل بنهاية الربع الرابع من هذا العام، هل تعتقد أن أسعار الخام بالفعل في طريقها لتحقيق هذه الارتفاعات؟ هنالك نظرة تفاؤلية، نعم، ولكن يجب أن نعلم أن توقعات البنوك والمؤسسات المالية هي بشكل عام هي مندفعة بعض الشيء. يعني هو تحدث جولدمان ساكس عن 85 دولار للبرميل. السوق حاليا تجاوز مرحلة حرجة خلال الأيام المقبلة بفضل عوامل طبيعية. إعصار آيدا على سبيل المثال احتجز حوالي 1,600,000 برميل من النفط في خليج المكسيك، وما زالت آثار الإعصار مستمرة، هنالك بعض يعني الكميات المحتجزة من الإنتاج. ولكن يعني بشكل عام الأسعار حاليا عند أفضل مستوياتها نظرا للظروف المحيطة والمشكلة للنفط بشكل عام. يجب أن نعلم أن هنالك محفزات لأسعار النفط، صحيح، ولكن هنالك بعض المخاوف. إذا تحدثنا عن المحفزات لقطاع النفط خلال الفترة الحالية، هو العودة التدريجية للنشاط العالمي وبشكل خاص في قطاعي النقل وقطاع الصناعة، علما بأن القطاعين مجتمعين يشكلان حوالي 70% من استهلاك النفط الخام عالميا، 55% لقطاع النقل بكافة أشكاله سواء كان النقل البحري أو الجوي أو السيارات وغيرها، و 20% للقطاع الصناعي. البيانات الصادرة من كبار المستهلكين تشير إلى عودة تدريجية لهذا القطاع. هذا بشكل عام يشكل محفز لأسعار النفط خلال الفترة الحالية. أيضا عامل آخر وهو البيانات المتعلقة بمخزونات النفط الأمريكية، هي تراجع مستمر خلال الفترة المقبلة. المخاوف على سبيل المثال وهي ورقة الضغط المتعلقة بالمخزونات الاستراتيجية. نعم، وضحت سيد شوقي. مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل وإياكم الآن إلى النشرة الاقتصادية مع الزميل مروان أبو شنب بعد هذا الفاصل مباشرة، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى النشرة الاقتصادية ونبدأها بالعناوين. قطر تؤكد التزامها بالاستثمار في مشاريع الغاز وتكشف عن ترسية عطاءات خطين في توسعة حقل الشمال العام المقبل. ومصرف قطر المركزي يصدر صكوكا إسلامية وسندات حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار ريال. أهلا بكم. أكد سعادة المهندس سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول التزام دولة قطر بالاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي المسال. وقال سعادته خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية لمعرض ومؤتمر غاز تك 2021 في دبي، قال إن قطر للبترول تعمل على إضافة 4 خطوط إنتاج للغاز المسال تم الإعلان عنها سابقا لمشروع توسعة حقل الشمال، ثم خطين آخرين سيتم ترسية عطائهما في الربع الأول من العام المقبل. أصدر مصرف قطر المركزي صكوكا إسلامية وسندات حكومية بإجمالي 15 مليار ريال. وحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمركزي، فقد طرح سندات حكومية على شريحتين بقيمة 9 مليارات ريال، بلغت الأولى 6 مليارات ريال والثانية بقيمة 3 مليارات ريال، في حين أصدر صكوكا بقيمة 6 مليارات ريال على شريحتين، الأولى بقيمة 4 مليارات ريال والثانية بقيمة 2 ملياري ريال. أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أريدو أن المجموعة تسعى لعقد أي صفقات واقتناص أي فرص تعزز مكانة الشركة وتعظم استفادة المساهمين وتخدم العملاء.
وأوضح سعادته خلال مؤتمر صحفي أن اكتمال عملية الدمج المقترحة بين شركتي الاتصالات العاملتين في السوق الإندونيسي إندوسات أوريدو وهوتشيسون 3 ستتم بحلول نهاية العام الجاري، وأن إتمام هذه الصفقة البالغ قيمتها 6 مليارات دولار سيخضع لموافقة أوريدو وسي كي هيتشيسون القابضة ومساهمي إندوسات أوريدو والموافقات التنظيمية. الحمد لله هذا الاندماج يعد عملية أو إنجاز تاريخي لقطاع الاتصالات بشكل عام ولسوق اندونيسيا بشكل خاص، وكذلك مكمل لاستراتيجية المجموعة في التحول الرقمي وتسريع العملية التحول الرقمي من خلال تقديم خدمات مبتكرة وخدمات أفضل لعملائنا، وكذلك لها عائد أفضل وقوة مالية للمساهمين والمستثمرين للشركة. عقد مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، تم خلاله بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وسبل تطويرها في المجالات التجارية والاستثمارية، كما تم استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وماليزيا. وتعتبر ماليزيا من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي حوالي 1,750,000,000 ريال. تختتم اليوم فعاليات معرض ابن بيتك 2021 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك بمشاركة أكثر من 150 شركة متخصصة بتصميم وتجديد وبناء المنازل في قطر. وقال منظمون إن النسخة الجديدة من المعرض تشهد إقبالا كبيرا من الزوار نظرا لتميزه بعرض أحدث التقنيات والمواد المستدامة في مجال المقاولات والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، خصوصا للعملاء الذين يخططون لإنشاء أو إضافة تصاميم جديدة إلى منازلهم أو مشروعاتهم العقارية. قالت الخطوط الجوية القطرية إنها تسير 14 رحلة أسبوعية لمدينة نيروبي، وأضافت أنها تتيح مقاعد كيو سويت الحائزة على جوائز عالمية على رحلاتها المتوجهة إلى ميامي، فيما أعلنت القطرية عن فوزها بأربع جوائز عالمية جديدة، وذلك بعد أن قدمت الناقلة أفضل خدمات مبتكرة في مجال الضيافة خلال انتشار جائحة كوفيد-19. ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل التعاملات الصباحية لهذا اليوم بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 11,180 نقطة تقريبا، فيما سجلت أحجام التداول أكثر من 28 مليون سهم بقيمة ناهزت 68 مليون ريال جراء تنفيذ أكثر من 1,800 صفقة. وبالانتقال إلى الأسواق العالمية، فقد غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية عند التسوية، هذا وقد هبط مؤشر الداو جونز الصناعي بنحو 20% ليغلق عند نحو 34,000 نقطة، كما انخفض S&P 500 بنسبة هامشية ليسجل 4,354 نقطة، في حين ارتفع ناسداك بنحو 20% عند 14,746 نقطة. وبالنظر إلى الأسواق الأوروبية، فقد صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1%، كما ارتفع فوتسي 100 البريطاني بنحو 1% مسجلا 6,970 نقطة، وصعد داكس الألماني بنحو 1.5% عند 15,348 نقطة، وزاد كاك الفرنسي بنسبة 1.5% عند 6,552 نقطة. وفي الأسواق الأسيوية، فقد أنهى مؤشر نيكي الياباني الجلسة متراجعا بأكثر من 2% عند 29,840 نقطة، كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.7% مسجلا 2065 نقطة. وفي سوق النفط، صعد سعر العقود الآجل الخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنحو 0.6% ليصل إلى 74 دولارا و36 سنتا للبرميل، بعد أن تجاوز مستوى 75 دولارا في وقت سابق من التعاملات، كما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 14% عند 70 دولارا و56 سنتا للبرميل. أما الذهب، فقد سجل سعر العقود الآجلة سجلت للمعدن النفيس تسليم شهر ديسمبر
قد سجلت ارتفاعا بنحو 18 النقطة المئوية أو ما يعادل 14 دولارا و40 سنتا ليسجل 1778 دولارا و20 سنتا للوقية عند تسوية المعاملات. ختام النشرة الاقتصادية مشاهدي الكرام، نعود بكم إلى الزميلة إيمان ومتابعة فقرات برنامج جلسة الأعمال. إليك إيمان. شكرا لك مروان. مشاهدينا، سنناقش بعد قليل أو نستعرض معكم أداء الأسواق الخليجية والعالمية. دعونا الآن نستعرض وإياكم مؤشرات الأسواق الخليجية خلال هذه اللحظات. السوق السعودي يرتد من جديد للمنطقة الخضراء وارتفاعات بربع في المئة مستقرا عند 11343 نقطة، ولكن في المقابل السوق الكويتي ما زال ضمن نطاق المنطقة الحمراء، تراجعات بأقل من 0.1%، 7478 نقطة. السوق العماني أيضا ضمن نطاق المنطقة الخضراء ب0.2% تقريبا، نتحدث عن 7.25% يكسبها مؤشر مسقط للأوراق المالية، 3928 نقطة خلال هذه اللحظات. الأسواق العالمية، والبداية مع داو جونز المنخفض ب0.15% ومستويات 33919 نقطة مقابل انخفاضات ب0.10% و4354 نقطة يمنى بها ستاندر أند بورس 500 مقابل ارتفاعات بأقل بقليل من 0.25% لمؤشر نزداك المجمع والمستقر عند 14746 نقطة خلال هذه اللحظات. على صعيد مؤشرات الأسواق الأوروبية، داكس الألمانية مرتفع ب1.5% تقريبا، 15348 نقطة مقابل ارتفاعات ب1.1% لفوتسي 100 البريطاني، 6981 نقطة تقريبا. كاك الفرنسي أيضا يجني مكاسب بقرابة 97 نقطة وارتفاعات تصل إلى 1.5% مع استقرار عند 6552 نقطة خلال جلسة هذا اليوم. على الصعيد الآسيوي، مؤشر نيكي ينخفض ب0.5% تقريبا ليفقد 141 نقطة، 29699 نقطة هي مستويات استقرار نيكي اليابانية. هانغ سينغ يستقر عند 24221 نقطة وارتفاعات فقط 0.5% مقابل ارتفاعات كوسبي الكوري بأكثر من 0.3%، 3140 نقطة ونصف النقطة تقريبا. مشاهدينا، بعد يوم اثنين دامي على أسواق المال العالمية وعلى خلفية تراجع الأصول الخطرة حول العالم نتيجة المخاوف من انهيار شركة العقارات الصينية إيفرغراند، تدافعت مجموعة من أكبر البنوك العالمية ومديري الأموال لطمأنة المستثمرين بأن هذه ليست لحظة مشابهة لانهيار ليمان براذر في عام 2008. التطمينات جاءت لتؤكد أن السلطات الصينية ستتخذ خطوات للحيلولة دون زعزعة أزمة عملاقة العقارات لاستقرار النظام المالي والاقتصاد. أيضا يثق هوي كايوان رئيس مجلس إدارة تشاينا إيفرغراند أن الشركة سوف تخرج من أحلك لحظاتها وتقدم مشاريع عقارية كما تعهدت. نشرك معنا الآن مشاهدينا الخبير الاقتصادي ألكسندر كاتب الذي ينضم إلينا عبر سكايب من باريس. سيد ألكسندر، مرحبا بك من جديد. برأيك كيف يمكن أن تنتهي أزمة إيفرغراند؟ هل سيتم احتواء أثارها سريعا أم أن الأمر قد يخرج ربما عن السيطرة إن صح التعبير؟ أهلا وسهلا، شكرا. يعني هناك أمرين حقيقة، يعني يمكن أن نترقب أن يعني الحكومة الصينية والبنك المركزي الصيني سيجد حلا لهذه الأزمة، وهي أزمة يعني ترتبط بمطور
مطور عقاري واحد وهو شركة إيفرغراندي، وهي ثاني أكبر مطور عقاري في الصين. ولكن يمكن أن تكون هناك تداعيات أخرى في المستقبل، لأن هذه القضية يعني ترفع الضوء على يعني هذا القطاع، قطاع العقارات الصيني، وهو قطاع مثقل بالديون. واليوم يرى المستثمرون أن هناك يعني بعض يعني المشاكل الكبيرة في هذا القطاع، وإيفرغراندي تركز الرأي على هذه المشاكل والتخوف من تأثيرها على الاقتصاد الصيني بصفة عامة وعلى الاقتصاد العالمي، لأن قطاع العقارات وحده يمثل بمثابة ربع الاقتصاد الصيني. نعم سيد ألكسندر، شاهدنا النفط يعود من جديد للارتفاع وبقوة خلال تداولات الأمس تحديدا، هل يؤشر ذلك ربما إلى عودة الاطمئنان إلى ذهنية المستثمرين مرة أخرى؟ نعم، يعني هناك بعض التقارير من الوكالة الدولية للطاقة التي يعني تظهر أن هناك ارتفاع للطلب العالمي على النفط، وكانت هناك أيضا تأثيرات لإعصار أيضا على العرض، وهذا يعني أثر إيجابيا على سعر النفط. ولكن ما زالت بعض التخوفات حول يعني مسار الأزمة الصحية وفيروس كورونا والمحتور يعني دلتا، وهذا قد يمكن أن يؤثر سلبيا على الطلب في يعني الأشهر القادمة. فيعني ما زالت الأمر في غاية يعني ليس هناك أمر واضح بين هذه التخوفات و يعني ديناميكية الطلب العالمي. نعم. طيب بالعودة للملف الصيني من جديد، هل تعتقد أن في ظل الأزمة التي تضرب القطاع العقاري حاليا في الصين قد يكون هناك تبعات سلبية أخرى على النمو القادم من ثاني أكبر اقتصادات العالم خلال الفترة المقبلة؟ يعني الحكومة الصينية اليوم لديها يعني كل الوسائل لتفادي هذه الأزمة، وهي أزمة السيولة بصفة أولية، ولكن يمكن أن يظهر هذا يعني العجز في هذا القطاع. وإذا يعني بدأت أسعار العقارات في نزول، فهذا يمكن أن يكون سيناريو كاتاستروفيا حقيقة على الاقتصاد الصيني. ويمكن أن في التاريخ هناك مثال الاقتصاد الياباني في التسعينات، فإذا يعني كان هذا السيناريو هو الذي سيبرز، فهذا خطر كبير على الاقتصاد الصيني وعلى الاقتصاد الدولي. نعم. لكن ما زلنا لم نصل إلى هذا السيناريو. نعم، الخبير الاقتصادي السيد ألكسندر كاتب، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وعلى هذه المشاركة، كنت معنا عبر سكايب من باريس، شكرا جزيلا لك. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، دعونا نعود من جديد إلى ضيفنا من مقر بورصة قطر الصحفي الاقتصادي السيد شوقي مهدي. سيد شوقي، أهلا بك من جديد. اليوم وفي ظل أسعار الغاز التي تصل لمستويات قياسية، ما هو دور دولة قطر في تلبية الطلب المتنامي على هذا النوع من الخام عالميا وأيضا ضمان استقرار الأسواق؟ صحيح إيمان، يمكن استمعنا أمس لسعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة الذي تحدث عن الأسعار المرتفعة حاليا، وأرجع ذلك بشكل أساسي إلى نقص في الإمدادات ونقص في الاستثمارات عالميا في هذا القطاع. ويمكن البيانات خلال الأسابيع الماضية رأينا استفاف السفن في ميناء راس لفان انتظارا إلى الغاز القطري. حقيقة قطر تلعب دور محوري وهي أكبر اللاعبين في هذا المجال خلال الفترة السابقة وخلال العقود المقبلة، كما يعني ذكر وزير الدولة للطاقة سابقا. يعني قطر من أكبر المصدرين بحصة سوقية ما بين 21 إلى 26% من حجم السوق العالمي، لديها أكبر أسطول ناقلات، وأيضا حجزت سعات بحوالي 100 ناقلة بما يعادل 60% من إجمالي سعة بناء السفن عالميا. حاليا الناقلات القطرية تذهب إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية. يعني حتى نفهم ما يحدث في سوق الغاز حاليا وزيادة الأسعار في أوروبا، يرجع لذلك إلى ديناميكية السوق، بمعنى أن عندما يرتفع الطلب في السوق الآسيوي ينخفض الشحنات المتوجهة إلى السوق الأوروبي. يعني رغم ما تم الإعلان عنه عن تشغيل خط نورد ستريم 2 ما بين روسيا وألمانيا، إلا أن ذلك حرفيا هو تغيير مسار وليس زيادة في الكميات. السوق حاليا متعطش ويحتاج للمزيد من الغاز الطبيعي المسال. هنالك مشكلة حقيقية كما ذكر سعادة وزير الدولة للطاقة أمس، تواجه الاستثمارات 2020 العام الماضي، وتحدثنا من قبل أسبوعين أن قرارات الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع حوالي 20 مشروع تم إرجائها خلال الجائحة. في العام الحالي هنالك 14 مشروع متوقع أن يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، حتى الآن لم يبت فيهم ما عدا مشروع واحد، وهو مشروع توسعة حقل الشمال على الجزء الأول المتعلق برفع طاقة قطر من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن، ومتوقع أن يتم الإعلان عن خطين خلال بدء العطاءات خلال العام المقبل. لا. كل هذا يشير إلى أن المتانة المالية لقطر البترول عندما أعلنت قبل أسبوعين أو قبل شهر تقريبا، يعني طرحت حاجتها إلى سندات من السوق العالمي. لا. جمعت أكثر مما هو تريده، ورأينا تهافت للمسات المالية للدخول في مشاريع القطرية. نعم مشاهدينا، طبعا مع اقتراب موسم النتائج المالية للربع الثالث من هذا العام، نحن نواصل مع ضيوفنا الكرام النقاش حول توقعات نتائج أبرز الشركات في المؤشر العام للبورصة القطرية. اليوم سنناقش التوقعات حول ثلاث شركات من القطاع الصناعي، وهي صناعات قطر ومسعيد وأيضا قامكو. إذن سيد شوقي، كيف تتوقع أداء الشركات الثلاث على صعيد الربحية والإيرادات المتوقعة بنهاية الربع الثالث؟ دعنا نبدأ أولا مع صناعات قطر. صحيح، يعني شركة صناعات قطر يعني هي من حققت نتائج جيدة إذا نظرنا إلى بيانات النصف الأول، وهي مؤشر حتى نقيس به بما يمكن أن يحدث في النصف الثالث. يعني شركة صناعات قطر حققت أرباح بحوالي 3 أضعاف 3.5 مليار ريال، مستفيدة من زيادة في عملياتها التشغيلية بحوالي 98%. الشركة تتمتع بملاءة مالية وتصنيف ائتماني جيد مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقا لتصنيف ستاندرد أند بورز. الشركة استفادت من الظروف الاقتصاد الكلي، ارتفاع في أسعار المنتجات من البتروكيماويات والحديد والصلب، ارتباط الشركة بأسواق النفط العالمية، استفادت من الطلب العالمي، المعوقات اللوجستية التي حدثت أدت إلى زيادة الطلب، زيادة في أسعار المنتجات انعكس بشكل إيجابي على أداء الشركة. من المتوقع أن نرى وخلال الأسبوع المقبل بنهاية النصف الربع الثالث أن تعلن الشركة عن بيانات مالية أقوى نظرا لتحسن الظروف بشكل أفضل مما كان عليه خلال النصف الأول. دعنا ننتقل إلى مسعيد، ما هي توقعاتك لأداء هذه الشركة؟ حقيقة سهم مسعيد وهو من الأسهم المفضلة للأفراد القطريين، حقق قفزات خلال الفترة السابقة. يعني خلال
الأربع أسابيع الماضية نجد أن السهم ارتفع بحوالي 15%. الشركة نفسها بياناتها خلال النصف الأول حققت يعني النمو في الأرباح بحوالي 4 أو 5 أضعاف، يعني مستفيدة من ارتفاع أسعار البتروكيماويات، عودة النشاط الصناعي والعودة التدريجية لاقتصادات العالم يعني بشكل نسبي في القطاع الصناعي. كل هذا زاد الطلب على منتجات الشركة، بعضها طبعا المشتقات البترولية. نتوقع أن تواصل الشركة في ذات الزخم، تستفيد من نفس العوامل التي تستفيد منها شركة صناعات قطر، وبشكل عام القطاع الصناعي يعني حقق نمو خلال النصف الأول بزيادة أرباح حوالي 200% في أرباحه خلال النصف الأول، تستفيد من نفس الزخم في الربع الثالث. طيب دعنا نتحدث عن أداء وتوقعاتك لأداء شركة قامكو، خاصة بعد الطفرة القياسية التي نشهدها في أسعار خام الألمونيوم. هل برأيك سنشهد أيضا طفرة في نتائج هذه الشركة؟ صحيح، هي شركة قطر الألمونيوم قامكو كانت أكثر المتفاعلين مع معطيات السوق العالمي، بمعنى كما ذكرت وتفضلت بارتفاع أسعار الألمونيوم عالميا خلال 13 عاما ارتفعت لأعلى مستوياتها. رأينا ذلك انعكس بشكل إيجابي على تداولات الشركة، دائما تكون من في قائمة الأكثر نشاطا، وإن كان اليوم يعني رأيناها أيضا في القطاع الصناعي ضمن الشركات الأكثر نشاطا مع مسعيد وصناعات قطر. الشركة متوقع أن تحقق أرباح يعني كما حدث في النصف الأول، الأرباح ارتفعت بحوالي 18 ضعف، استفادت من عودة النشاط الصناعي وزيادة الطلب على صناعة السيارات والنقص في المعروض العالمي، وخاصة من الصين باعتبارها أكبر منتج للألمونيوم وزيادة في الطلب العالمي. كل هذه العوامل تدفع بالشركة نحو مؤشرات جيدة على مستوى السوق حاليا. زيادة في الأرباح خلال الربع الثالث بعد أسبوع إن شاء الله. نعم، الصحفي الاقتصادي السيد شوقي مهدي، كل الشكر الكبير على هذه الإضاحات وعلى هذه المشاركة. كنت معنا مباشرة من مقر بورصة قطر. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم أنتم أيضا على حسن متابعتكم لنا. نلقاكم بمشيئة الله غدا وحلقة جديدة من جلسة الأعمال. حتى ذلك الموعد، دمتم على خير، إلى اللقاء.